البونك نمط موسيقي ظهر في أواسط السبعينات كثورة على الروك السائد في الوقت ذاك، كان يتميز بكونه غناء سريع، دوري قصيرة متاع غنايات، ألحان حادة، مو ديستورشن، ايرلي تاقة سولوز، بروفوكتيف ليركس. معناها من الاخر نجم نقوله لهو كان مينيماليست لاود وريباليوس. It was meant to upset and provoke، وكان كل شيء ضد المينستريم. نجم نقوله لهو انفلونسي برشا بالهارد روك والجراج روك، انفلونسي شوية بالسيرف روك والسكا. نرجع للإطار التاريخي متاع ظهور البانك، نقاو عباد فدت من 20 minute long solos، فدت من البوليتيك وكانوا ضد الحرب متاع اليو اس في فيتنام. نحب نعرف البونك في كلمة I'd say revolution، خاطر موسيقى مثلت ثورة في الوقت ذاك. اون بلوس ماهوش مجرد سو جونغ متاع غناء، اون فيت البونك عنده كولتور كاملة تخصه وتخص الفانز متاعه، مبنية على أسس معينة، منها انتي استابليشمنت، رفض انه المجتمع والاقتصاد يكون محكوم بطبقة معينة، انتي اثوريتاريانيزم، رفض السلطة والتسلط متاع عباد معينة على المجتمع، انتي كوربوراتيزم، رفض القطاع الخاص، انتي كوربوريت جريد، رفض الرأسمالية اون جينيرال والشركات الخاصة اون بارتيكولير، انتي كونسومريزم، رفض ثقافة الاستهلاك، انتي سيلين اوت. سيلين اوت هي عبارة نقولوها للعباد اللي تتنكر المبادئها باش تربح اكثر فلوس وتولي معروفة اكثر ومينستريم، وكيما اي ال اي. نون كونفورميتي، رفض انه الناس الكل تكون كي بعضها، ضد التقليد، بالعكس نقاو البونك يشجع الاوثنتيسيتي والعباد اللي تبدا فيك وتقلد في بعضها وعامله فيها بونك وهي ماهيش فهمته، نسميهم دي بوزور او بالاحرى بوزرز، واللي هي ليكيفالون تاع فوني في ثقافة الهيب هوب. The DIY ethics معناها تعمل على روحك في كل شيء، absolutely كل شيء، ما غير ما تلتجئ لناس مختصة. For example، حاجتك بطاولة تتعلم كيفاش تصنعها وما تمشيش للنجار، حاجتك بميكانيسيان لا تتعلم تصلح كرهبتك وحدك. ثقافة الدايركت اكشن معناها تاخو حقك بيدك من غير ما تمشي تشكي للحاكم. For example، يوجوالي البونكاوي يلبس حاجة سامبل مينيماليست ناقدة وساخرة، عادة تكون في الأكحل، إضافة للهير ستايل اللي يميز البونكس أن سختا مومو اللي هو الموهوك. أول عبد استعمل كلمة بونك كان إيد ساندرز، كو فاوندر تاع باند اسمها ذا فورجز. توا نحكيو على تاريخ البونك، تطور البونك، وصولا إلى ولادة البونك. نجم نسميه الغناء اللي انفلونس الانسبيرا العباد اللي باش تلعب البونك من بعد، بروتو بونك معناها ما قبل البونك. نجم قسموها الفترات من 54 ل 64، نلقاو ليتل ريتشارد بغنية توتي فروتي اللي هي غنية انسبيريت برشا لامي تاع موتور هيد، لو ريد و ايجي بوب، واللي هما دوز ارتيست اثروا برشا في موسيقى البانك. جوني كاش، اي شوت ا مان جاست تو واتش هيم داي، كانت من اول الليركس الشريرة اللي اثرت في البانك. لينك ريز رامبل اللي كانت باند من اليو اس راديو، كان فيها اكثر ديستورشن، الى انفلونسي بوب دايلن، ايجي بوب، وقيناها في افلام وفي سيريات كيما بول فيكشن، ذا سوبرانوز، حتى سبونج بوب سكوير بانس. من 64 ل 67 ذا كينكس بغنيت يو ريلي جات مي، جيتاريست متاعهم ديف ديفيس كان يضرب في الكورد تاع الجيتار بالريزر بلايدز، انسبايرد باي لينك راي تو كرييت ا فازي جيتار تون. ذا هو اللي كانوا ليترالي بروفوكاتيف، مثلا كانوا يقولوا اي هوب اي داي بيفور اي جيت اولد، بلغة أخرى I'd rather die than I'll be boring like you. عام 65 نقاو باند من ليما في البيرو اسمها Los Psychos، اللي جيتار تونز متاعهم كانوا انسبيري من لينك راي، making it even dirtier، وكان فما شريكس في الفوكولز. The Sonics كانوا معروفين باليوز اوف سبيد، aggression and heaviness، and literally كانوا يحكيوا عن nihilism and the no future. The Fugs اللي مازلنا كيف حكينا عليهم، by the way اسمهم كان تلطيف لكلمة The Fugs، musically ما كانوش punk but their ethos and their lyrics were punk. مثلا كانوا يحكيوا ديما على البوليتكس. Paul Revere and the Raiders عام 66 I'm not your stepping stone، كانوا يحكيوا برشا على الانتي authority themes. من عام 68 حتى 75، عام 68 نقاو The Velvet Underground and Nico، هبطوا اول البوم عندهم انسبيرا برشا البونك روك. عام 69 MC5 they had more political chart aspects with debut album تاعهم Kick Out The Jams، اول اغنية اللي نسمعوا فيه كلمة fuck in a major label من غير يعني. كانوا يراو اللي دو بريفيرونس الغناء يكون قصير وكاسح خير من اللي يكون طويل ومارد. Raw Power by the Stooges it inspired Kurt Cobain and Sex Pistols. عام 71 لقاو Never Neverland ألبوم تاع Pink Fairies، ومرة أخرى Pink Fairies يظهروا Kings of Oblivion الألبوم الثاني متاعهم اللي هبط عام 73. في الـ UK نقاو Glam Rock كان عاطي مسد في الوقت ذاك، unlike in the US Glam Rock ما كانش عنده برشا أوديونس بخلاف أليس كوبر اللي كان انسبيري برشا من Glam Rock سين في الـ UK. نجيو العام 75، وقتاش الروك ولا بونك في الـ US كان وقت The Dictators
up to the next big thing. En fait, فما fan The Dictators عمل band سماها The Ramones وكانوا أول band في اليوس تخرج البانك روك كما نعرفوه اليوم. الفاكتور اللي عاون البانك في اليوكي باش يمرجي كان الباب روك اللي هي التيران للبانك وبرشا أرتيست من الباب روك ولا وجوه معروفة في البانك. أما في اليوس نقاو بلاسة كانت تصنع وتخرج في البانك كانت بار اسمه The CBGB واللي كان حاكم على الباندز ما يلعبوا كان غناء خاص بيهم. من الباندز الأوائل اللي لعبوا فيه كان تلفزيون رومونز باتي سميث. في نفس العام نقاو باند اسمها نوي خارجة من ألمانيا وبدأت تخدم في البانك. أما في أستراليا نقاو The Saints كانوا أول باند تلعب بانك مالجري ما كانش على بالهم لا برومونز لا بسيكس بيستولز لا بCBGB لا بحد شيء. من أول الريكوردز بتاع البانك ومش بالترتيب نقاو باري سميث جلوريا رومونز بليتسكريك باب تلفزيون ليتل جوني جول اند ديث بوليتيشنز ان ماي ايز مياش ديث على ديث ميتال. بعد في عام 76 سيكس بيستولز ذي ساين تو ا ليبل كولد اي ام اي. من وقتها دينا نراو في البانك يخرج للتلفز وراديوات زاد ذا دامت كانوا من اول الباندز اللي هبطوا بانك سينجلز ات ذا تايم. اند از ا اونربل منشن نجمو نحكيو على واير وذ ذير فيرست البوم Pink Flag. بعد طلعوا باند زخرين هبطوا ألبومات ونجحوا في البانك سين كيما The Buzzcocks, Suicide, The Slits, The Voidoids, Dead Kennedys, The Clash, The Damned, Bad Brains واللي كانوا من أول الباند اللي يلعبوا بانك وهما Black People خاطر مكثر Black People كانوا more into Hip Hop. بعد ما طلع سيء مشى البانك في اتجاهات تفرعات كيما New Wave, Post Punk, Alternative والHardcore Punk. ومع كثرة التفرعات هذه برشا عباد ظنت اللي البانك مات وفي كيما كراس اللي هبطوا ألبوم Punk is Dead عام 78. بانز اللي كانت تلعب CBGB كلها ولت On Tour. باتي سميث بدت لقلم تلفزيون انفصلوا. بلاندي ولا يلعبوا في جانخ آخر اسمه New Wave Until عام 81 وقت The Exploited هبطوا ألبوم ذو الجملة الشهيرة Punk is Not Dead كوم رياكسيون للنقاد and basically إجابة للألبوم تاع كراس. في نفس الفترة متاع الـ Early 80s أثر البانك بالسين والكولتور متاع الهيب هوب شي خلينا نشوفوا بانك انفلونسز على ران دي ام سي وبابليك انمي اللي هما هيب هوب جروبس ونشوفوا هيب هوب انفلونسز على بانز متاع بانك كيما The Clash. مع الداون جريد اللي صارت للبانك سين The Only Bands اللي قادوا يلعبوا في الوقت ذاك كانوا البانز اللي بالرسمي معتنقين للثقافة والإثيكس متاع البانك. هالتأثر الكبير والحقيقي بالكولتور متاع البانك سيغتو كي شافوا اللي الكبارات معاش موجودة ولا استسلموا خلات البانز هذه تولي بانكر وتزيد بانكي غناها أكثر واللي هو الشيء اللي خلق سوجونغ جديد اسمه هاردكور بانك واللي لعبوه بانز كيما أجنوستيك فرونت بلاك فلاج ماينور ثريت باد ريليجن ديستشارج وبعد فوجازي. الايتيز كانت عشرية سوداء بالنسبة للبانك من كثرة ما طاح دولاره وكثرة تفرعاته وما قعد فيه كان اللي يقول بروحه بانكاوي للنخاع سواء باند سواء اوديونس والاوديونس هذه كانت بلوز وموا اندرجراوند اما كانت ماشية وتكبر من مختلف ولايات اليويس لين بشوية بشوية ترشقت الاوديونس هذه في اوائل التسعينات مع نيرفانا. نيرفانا لعبوا ستيل جديد اسمه جرانج واللي ميكسي إلمنتس من الهيفي ميتال والبانك والهاردكور بانك اسانسيالمون. لوعة متاع نيرفانا والنجاح المبهر متاعها مهد الطريق الاذر باندز باش ينجحوا كيما اليسن تشينز اند ساوند جاردن اند رانسيد. وقتها الليبلز وتلفز ولاو بلوز وموا متسامحين مع البانك مع الباندز متاع البانك ولاو ينفيتيوهم اكثر من قبل. نيرفانا ما كانتش بانك اما كانت انسبيري برشا بالبانك. اليوم البانك ما عادش اوسي مسموع كيما اول ما طلع اون فيت ات بيكيم ا كلتشر اكثر من مجرد نمط موسيقي. في فيديو جاي باش نحكيو بالتفصيل على التفرعات تاع البانك روك. سي ان ذا بارت 2 جود باي.